السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانات؟ من الفيديو ديالي يلقاكم احسن ما يرام يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم فطائر بالكريم باتيسي، يعني بلا عجين بلا دليك بلا مجهود كبير. تقريبا يعني غنصوبها غير بالكاس. عندنا هنا في المقادير عندي هنايا تقريبا 600 غرام ديال الفورس، عندي هنايا باكية ديال الخميرة من فئة 7 غرام، وباكية ديال الفاني من فئة 7.7 غرام، وعندي هنايا شوية ملحة، عندي هنا معلقة كبيرة ديال الخميرة، دار مسوس بدون نكهة، نص كاس ديال السكر، تقريبا 70 غرام ديال السكر السنغالي، اللي بغى يزيد هو حر. أنا فضلت أنني ندير نكتفي بنص كاس. عندي هنايا بيضة، عندي هنايا نص كاس ديال الزيت، وبالنسبة للماء عندي 250 مليلتر ديال الماء. بالنسبة للقشطة الطرية أو كريم باتيسري غندير هنايا 300 مليلتر ديال الحليب، وعندي هنايا شاصي ديال الفاني من فئة 7 غرام، عندي هنايا جوج معالق كبار ديال كريم باتيسري، يعني كريمة لتحضير الحلويات، غبرة بودر. صافي نبقاو ندخلو الطحين شويه شويه، راه مغربل. غنغطيها هكذا،
احمر لينا. كبير يديرها، اللي بغاها بحجم صغير يديرها. يعني بالنسبة لي أنا من الأحسن شوية حتى ملي تتخمر تتكبر تتولي تتفيض تبارك الله. صافي بعد ما البريوج ديالنا غنشدو هنايا شوية الفورس ونغطسو فيه هكا القاع ديال الكاس ونضغطو من الوسط. صافي وغنحط عليه هاد غادي التفاح. التفاح مي عصات عليه شويه الحامض باش ما يكحلش. صافي دابا بعد ما كملنا البريوج ديالنا ها هو كملناه عمرناه بالكريمه والتفاح. دابا شديت هنا الحليب وشويه وبيضه وغندهن الجوانب ديالها. الخميره راه طالعه تقريبا غنخليها واحد شويه شي 5 دقائق ثم سخنت الفران وغندخلها على حراره 180 درجه الفوق والتحت. نقول هذه الطريقة حتى نكملو البريوج ديالنا. هنا عندي شوية الكاوكاو مهرمش غنديرو في هاد الجوانب اختياري، إلا ما عندكش بغيتي تخليها